عادي ولا بدك تنحصح مين؟ ما في اخبار عن الحجاج؟ لا تاخر عليه، استنى عليه بس. شلون ما نصح عن عبد الله السنين مبين عليها بالسنه. غبي غبي، شو عم تحكي يا ابي؟ يا حياه الله، مو مع الشباب لا بتعوا لا تفهمكم. مظبوط سمر، يا سمر صلي على النبي افتح الباب سمر. الله يرحمك الله يرحمك لا سمر سمر وحد الله افتح الباب. شو صاير فارس؟ والله ما بعرف يا عمي ابو عصام، رجال علقانين مع بعضهم، ما بعرف صوت سمعوا بيناتهم. ها بس جدي، شوفي هذا الحقير ضرب خالته بارحة بالقرعة. وين أخذت غلا؟ بالبيت. شوف له لك شبكن؟ العمى ضربكن ضرب؟ تلعموا انتو بخير؟ حتى بالعيد بتتخانقوا؟ لك انتو مو حارة الطبع، انتو حارة الدبابير. لك الطبع بينام وبيرتاح، انتو ما بترتاحوا. ولك اخجلوا على حالكن. لك انا ذات نفسي صرت بخجل وقت اللي بقول انا مسؤول عن حارة الطبع. العمى ضربكن العمى. الحقوني الحقوني على المغفر، خليني عايدكن هنيك، هيك احسن شيء. ما بتفهموا ولا بتتعلموا غير هيك. الحقوني امشي يا ابني. شو عامل يا حصان؟ هلا لازم ما يوصل على المغفر. عمي شو بدك نسوي؟ نحن جاهزين، بدك نذبحه. انا ذبحه. لا لهون عمي، مشان الله صور علينا بشي كلمه.